أهلا بكم. كشفت اللجنة المالية في البرلمان عن انخفاض حاد في إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية للفترة ما بين عامي 2018 و2019، وأوضحت اللجنة أن الأرقام الرسمية تشير إلى هبوط الإيرادات غير النفطية من نحو 8 تريليونات دينار إلى نحو 3 تريليونات دينار، محذرة من أزمة اقتصادية خانقة في العراق. وتسبب تراجع إيرادات النفط والاتفاقات الجمركية الأخيرة المبرمة مع إيران في تكبيد خزينة العراق خسائر كبيرة، لا سيما مع منح إيران إعفاءات جمركية وإلغاء رسوم سمات الدخول، ما أدى إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير. كشف مجلس محافظة ديالى عن خسارة المحافظة 5 مليارات دينار سنويا نتيجة الحمولات الثقيلة للشاحنات. وقال رئيس المجلس علي الدين إن المحافظة تخسر هذه المبالغ بسبب الحمولات الثقيلة للشاحنات والتي تتسبب بتضرر وانهيار الطرق البرية، أبرزها طريق بغداد كركوك وطريق المندورية بغداد. وأضاف علي الدين أن المحافظات تحمل الهيئة العامة للطرق والجسور مسؤولية انهيار طرق المحافظة نتيجة عدم وضعها محطات وزن لتحديد حمولات الشاحنات، مؤكدا أن مجلس المحافظة يسعى لوضع محطات أوزان محورية على طرق المحافظة ومداخلها للحد من الحمل الثقيل ومنع انهيار تلك الطرق خلال الفترة المقبلة. أقرت هيئة النزاهة بوجود 245 مشروعاً متركئاً بكلف تقارب 4 مليارات دولار في محافظة كربلاء. وذكرت الهيئة أن المشروعات المتلكئة من بينها 175 مشروعاً ممولاً مركزياً، مشيرة إلى أن 49 مشروعاً منها بنسبة إنجازها 75%، وهناك 70 مشروعاً استثمارياً متنكئاً في المحافظة بلغت كلفتها الكلية نحو 4 مليارات دولار. وأوضحت الهيئة أن أبرز تلك المشاريع لتنفيذ مجمع أبنية المحافظة المحالي إلى شركة أجنبية وأخرى محلية بكلفة تصل إلى 257 مليار دينار، إذ لم تتجاوز نسبة إنجازه 5%، ومنها مستشفى الحسين وتجهيز مواد لمديرية توزيع الكهرباء في المحافظة. قالت شرطة الطاقة في محافظتي الأنبار والتأميم إنها ضبطت صهاريج لتهريب المنتجات النفطية. وأضافت الشرطة أن الصهاريج المضبوطة كانت في جراجين لوقوف الأول في محافظة التأميم والثاني في محافظة الأنبار، تخصصتا في تخزين المنتجات النفطية المهربة، مشيرة إلى أنه وبمداهمة الجراجين ضبط فيهما عدد من الصهاريج المعدة للتهريب وعدد من الخزانات التي تحوي على مادة الجازولين. قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت 410 حالات فساد في مفاصل الوزارة خلال شهر آب الماضي. وذكرت الوزارة أن تقريراً للمتابعة أظهر وجود 410 حالات فساد إدارياً ومالياً في بغداد والمحافظات، موضحة تباين مؤشرات الفساد الإداري والمالي المكتشفة بين الاستغلال الوظيفي وسوء استخدام السلطة والتزوير والإهمال والابتزاز والرشوة والسرقة والاختلاس والهدر بالمال العام وإخفاء المواد. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.